10 سنة. كان عيد ميلاد عادي من دون حفلة، لأنه أول شيء كنت بعيد عن أهلي. أتذكر لما وصلت للمطار بالباص، بعد شوي لحتى عرفت إنه هذا كان المطار القديم. Ja, was die Vorgeschichte angeht, ist es so, dass wir einen ersten Flughafen auf diesem Gelände seit 1923 hatten. Man hat dort den zentralen Berliner Flughafen angelegt, weil die vorherigen zu weit außerhalb lagen. يعني حياتي هناك عم تتلاشى شوي شوي. بس انت من حلب مو؟ بابا تطلع. رح اتذكر دائما ذاك اليوم لما الشمس واخيرا طلعت. الكل كان مبسوط. هل الوضع هناك احسن يا ترى؟ بوست تروماتيكستي سندروم. قلت له ما بوقع ما لك حق النوم. لا قلت له ما بوقع على شيء. بس الواحد حاسس حاله في كوكب بالكواكب بالجنة، حاسس حاله بالعمر، حاسس حاله يعني شو بدي اقول لك؟ يا شباب منين نلاقي هيك منظر؟ ولا بعرف.